إذن هذه أركان النكاح: وجود الزوجين الخاليين من الموانع والإيجاب والقبول. لكن ليعلم أنه في بعض الحالات قد يصح النكاح مقتصرا فيه على ركنين فقط دون الثالث، وهو إذا كان الزوج وليا للمرأة، كان يكون ابن عمها، لأنه كما سيأتي معنا ولي المرأة هم حسب الأولوية، قد لا يبقى من أوليائها إلا ابن العم، ابن العم سيتزوج بها، فيقول لشخصين: أشهد على أنني تزوجت موليتي فلانة. هذه صورة تحدث.